الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين. بأي الله تنوك أولي نمان دون كسالي كرا محمد صلى الله عليه وسلم الناس ودنك نمان هنكا juma laban de kira sallallahu alaihi wasallam ka bangi ni kalola bala tanu kadaka ni ngaloni anya daire la nye anya damna ni kira sallallahu alaihi wasallam kama wuludi ko sankorta basiman soro femman soro alhamdulillah ataranye wuchukula alhamdulillah ninde kaloni juma labanye alhamdulillah Allah tanu ambeka kira tanu ambeka fasafo alhamdulillah ninda anga tabuloi anya ambemba usoro nindeka islam edinana Islamia dina kelendo ma farabolo kacha ni al-maminu no ni al-maminu min bijati al-mamika sa anga al-mami folonu minu tuwe kul inafo malik ni shafiinu ko ulu na ya so dote ni mbolo minte do imbolo ate foka sani ka sabe kelende be to fodro na so ra pet ni hakila kelenye kelende be to fodro ninge ni foita la herako kira sallallahu alayhi wa sallam tanuni yani ka sankorta ta fete nay ko antum bega qasida wa minhum fusisa kira sallallahu alayhi wa sallam tanuni lo ne ka kira sallallahu alayhi wa sallam ka kibar yow dodi akonom kira sallallahu alayhi wa sallam ka khabar ya mogotse ka beno nga ga dodi ala qasida min dum ka fosi sana be fodatun laha fi wajhiha wa ayatun laha fi nafsiha wajhan للسهل وجه والعلال الثاني لكل وصف ما شاما نقصدين بك الله أقو أيا كروسي سنية دما مغودو بي نو يقصدين دامنا ميتاندرون ou veut oui on veut comme au courant de rien quoi casserole au magasin là bas mais allez inshallah on va d'affaire à tenir on fera d'affaire comme sur le réel bécherine non salikira sallallahu alayhi wa sallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق
الهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم من معالمه وعدد معالمه وزينة معالمه صلاة عظيمة القدر والمقدار يسرك اللهم بسرها وسر سرها وبسر من صليت عليه بها وبسر من صلى بها من بروز سرها إلى دار القرار أن تصلي وتسلم على ما شرفته بها وشرفتها به سر وجودها ومنبع فضلها وجودها سر السر الساري وجوده كل سر سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأن تعوضني اللهم بها ما فاتني من عمل الليل والنهار وتمنحني من سر سرها ما منحت به إلى السر ولصار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمصابرين بالأسحار بمعضي فضلك يا حلم يا ستار. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأبديين وأول الأوليين صلاة أبدية تستمد من أزليتها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة كاملة مستغرقة لجميع صلاة المصلين عليه من الأزل إلى الأبد وسلم سلاما تاما عاما شاملا كذلك وعلى آله وصحبه على آله وصحبه. اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية الشمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وبسيره إليك أمن خوفي وأقل عثرتي وذهب حزني وحرصي وارزقني الفناء عني ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي واكشف لي عن كل سر مكتوم. اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فعجز الخلائق وله تضالت الهموم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط لولا الواسطة لذهب كما قيل الموسوط صلاة تليق بك من كهيله كما هو أهله. اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك. اللهم الحقني بنسبه حققني بحسبه وعرفني إياه معرفة أسلم بها من موارد جهلي وأكره بها في موارد فضلي وأحملني على سبيله إلى حضرتك حملا محفوفا بنصرتك واقضه بي على الباطل فأدمعه وزج بي في بحار الأحدية وانشل من أوصال التوحيد حتى وانشل من أوصال التوحيد وغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها واجعل الحجاب العظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته جامع عوالمي تحقيق الحق الأولي يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن. أسمع ندائي ما سمعت في نداء عبدك زكريا وانصرني بك لك وأيدني بك لك بيني وبينك وحل بيني وبين غيرك. الله 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 الذي فرض عليك القرآن يا ربك يا معاد ربنا آتنا من لدنك رحمة إذا رشدا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة إذا رشدا ربنا آتنا من لدنك. اللهم ملائكته يصلون على النبي يا جلاله صلى الله عليه وسلم وتسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأعظم والحبيب الأكرم والمهار الأعلى والمسك الأسناء ومسرق الأنوار ومعدن الأسرار وصلة الفتح والنصر والقرب إلى رحمة الملك الرحيم الرحمن وهو الخاتم لجميع الأنبياء وأكرمهم عند الله درجة ومنصبا الحائز بالمقامات العلية والجامع لجميع أصحاب الكمال بالتمام وسيد الأولين والآخرين وفضل الأنبياء المكرمين وهو نور الأنوار وسر الأسرار الربانية وعنه خير المصارف الإلهية وعنه خير المصارف الإلهية وأخذ عنه الظاهر ظاهرا وأهل الباطن. اللهم أحينا على ملته وأمتنا على سنته وثبت محبته بقلوبنا وطهر أفئدتنا من كل بص نميم يواعد نعم وشهادتك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وقدره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.